صباح الخميس 3 يناير 2019 ميلادي. احنا الان في مبنى العمليات الجوية الخطوط السعودية في مدينة جدة، نحضر تتويج بإذن الله ابن أخي حسن بن عصام بن حسن يسلم، كابتن على A320 على الايرباص. منصور احنا جديده علينا هذا، ايش المراسم الحين؟ احنا جايين عشان ايش؟ هذا استقبال حسن. نعم. كابتن عصام الله يسعده. ايه تخرج كابتن، فنستقبله ونقول له مبروك. وابوه هو طلب حسن، ان ابوه اللي حلق له الاربع شرطات والنجمه. اربع شرطات ونجمه، قبل ايش كان هو؟ ثلاثة عشر. نعم. يصير كابتن الحين. اي بيصير كابتن. يصير كابتن. والله يبارك لهم يهني ويعطي خير عليك. هو قبل ما ينزل من الطياره يكون في اختبار اصلا قبلها؟ سلم الطائرة بكيت غصبا بكيت على محبين القلب عندما ودعوني، وشفت محبوبي القلب بين نخلة وبيت يناظر. انت اول من دربته ما شاء الله، ودحين يعلق كابتن. للشرف. الله يعطيك للشرف. اعوض شويه من اللي اعطانا ابوه. الله يسلمك. في كل مجال وفي الاخلاق وفي كل حاجه. سلم الطائرة بكيت غصبا بكيت على محبين القلب عندما ودعوني، وشفت محبوبي قلب بين نخلة وبيت يناظر. الطائرة يبغى يحرك شجوني. العافية إن شاء الله. ودحين يبدأ الريل لاين ترينينج. يعني ما في قميص يعلقه في البيت. إن شاء الله يعطي له خيره في بشرة إن شاء الله. آمين. الله يسلمك إن شاء الله. ألف مبروك إن شاء الله، يستاهل يا رب. رسم نفسه وعز ما غربت شمسه.
ايش تقول كلمه كذا بقى؟ الحمد لله تحقق الامل. تحقق الامل. الحمد لله. والله يوفقك في القادم الايام. امين امين. I'm